85 مليون اخذتها ولدت. هي كسبت الدنيا بس انت كسبت الاخره ان شاء الله. وهسه هي بزيارة الإخوان بمكتب النائبة الست عائشة المساري إلى دار رعاية المسنين بغداد رشاد. كانت معهم حالة إحدى الأمهات اللي موجودة كانت تسكن في قارعة الطريق، لكن من باب العمل الإنساني إنه جزاهم الله ألف خير إنه عملهم إنساني قبل أن يكون وظيفي، إنه ناشدونا على قبولهم في دار المسنين. الحمد لله والشكر إنه لبينا مناشدتهم. إحنا نقولهم بارك الله فيكم، هذا عملكم بعين الله سبحانه وتعالى، الله يأجركم عليه إن شاء الله. المسنة حاليا صارت في ذمتنا في معيتنا، إحنا راح نتكفل بكل إجراءاتها الباقية إن شاء الله خلال توفير لها المكان اللائق بالسكن والإيواء، إضافة إلى وجبات الطعام والملابس.